أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره أو إلى الصحابي كذلك، وهو من لقي النبي مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك. فالأول المرفوع والثاني الموقوف والثالث المقطوع، ومن دون التابعي فيه مثله، وينقال للأخيرين الأثر. والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. ذكر المصنف رحمه الله هنا أقسام الحديث باعتبار من يضاف إليه، أقسام الحديث باعتبار من يضاف إليه، وأنه ثلاثة أقسام. أولها المرفوع، وهو ما ينتهي فيه الإسناد، ما ينتهي فيه الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما، ما ينتهي فيه الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره. وبعبارة ألخص، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. وقيد ما أضيف أغنى عن قيد تصريحا أو حكما، فهو تفسير لذلك القيد. واحتيج إلى زيادة أو وصف لأنه يحكم بكونه مرفوعا، فما أخبر عنه الصحابة رضي الله عنهم من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم هو متعلق به، فيكون من جملة حديثه. والمرفوع نوعان، أولهما مرفوع مسند، وهو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. مرفوع المسند وهو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فيشمل المتصل حقيقة وما ظاهره الاتصال وفيه انقطاع خفي، فيشمل ما هو متصل حقيقة وما ظاهره الاتصال وفيه انقطاع خفي، وهو المدلس والمرسل الخفي، وهو المدلس والمرسل الخفي. والآخر مرفوع غير مسند، مرفوع غير مسند، وهو مرفوع صحابي بسند غير متصل، مرفوع صحابي بسند غير متصل، فيشمل مرفوع التابعي فمن دونه، فيشمل مرفوع التابعي فمن دونه، لأنه غير متصل، فمرفوع التابعي يسمى مرسلا، ومرفوع تابعي التابعي يكون كذلك من جنس المعضل عند قوم ومن جنس المرسل عند آخرين. فيشمل مرفوع التابعي فمن دونه، ومرفوع صحابي بسند منقطع، ومرفوع صحابي بسند منقطع. وثانيها الموقوف، وهو ما ينتهي فيه الإسناد إلى الصحابي تصريحا أو حكما، ما ينتهي فيه الإسناد إلى الصحابي تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره. وبعبارة ألخص، هو ما أضيف إلى الصحابي، ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. وعرف الصحابي بأنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. وقوله ولو تخللت ردة في الأصح زائد عن الحقيقة، زائد عن الحقيقة، واحتيج إليه في حق من كان مسلما ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام، فيكون قد لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات أيضا على الإسلام. وثالثها المقطوع، وهو ما ينتهي فيه الإسناد، ما ينتهي فيه الإسناد إلى التابعي تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، ما ينتهي فيه الإسناد إلى التابعي من قوله أو فعله
تصريحا أو حكما من قول من قوله أو فعله أو تقريره. وبعبارة الخص هو ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. وعرف التابعي بقوله وهو من لقي الصحابي كذلك، والإشارة فيه متعلقة باللقي وما ذكر معه. وأما الإيمان فهو مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأما الإيمان فهو مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون التابعي مؤمنا بالدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقول المصنف ومن دون التابعي فيه مثله، يعني ما أضيف إلى ما دون التابع يسمى مقطوعا أيضا، ما أضيف إلى ما دون التابع يسمى مقطوعا أيضا. ولم يدخله في تعريف المقطوع، ولم يدخله في تعريف المقطوع، فهو قال المقطوع ما أضيف إلى تابعي، ولم يقل ما أضيف إلى تابعي أو من دونه، لأن المقصود أصلا عند المحدثين من الرواية ما انتهى إلى التابعين، فإنهم يعتنون بمروي الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يعتنون بمروي الصحابة، ثم يعتنون بمروي التابعين، هذا أكثر ما يكون حديثهم، وربما رووا غيره، ولذلك قال ومن دون التابعي فيه مثله. فيكون المقطوع باعتبار الأصالة والتبعية نوعان، فيكون المقطوع باعتبار الأصالة والتبعية نوعان، أحدهما المقطوع الأصلي، المقطوع الأصلي وهو ما أضيف إلى التابعي، ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. والآخر المقطوع التابع، المقطوع التابع وهو ما أضيف إلى من دون التابعي، ما أضيف إلى من دون التابعي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. ويقال للموقوف والمقطوع الأثر، ويقال للمقطوع للموقوف والمقطوع الأثر. ولا يسمى المرفوع عند المصنف أثرا، ولا يسمى المرفوع عند المصنف أثرا. ومن أهل الحديث من يجعل الأثر شاملا للمرفوع والموقوف والمقطوع، ومن أهل الحديث من يجعل الأثر شاملا للمرفوع والموقوف والمقطوع. واضح؟ يعني المصنف عنده الأثر هو الموقوف والمقطوع، وغيره عنده الأثر يشمل أيضا المرفوع. طيب من تصرف ابن حجر ما الفرق عنده بين الخبر والأثر؟ ما الفرق عنده بين الخبر والأثر؟ الفرق عنده أن الخبر يندرج فيه المرفوع والأثر لا يندرج فيه المرفوع، فالخبر عنده مرفوع وموقوف ومقطوع، والأثر عنده موقوف ومقطوع فقط. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة عالية. لذلك من منفعة قراءة الكتب في مدد يسيرة، سواء قصرت أو طالت، أنه يمكن رد بعضها على بعض وفهم ثنايا مسائلها بكلام متفرق فيها، من جرب هذا وجده. فأنت اقرأ الموطأ في يوم أو يومين، سيكون فهمك له أقوى من فهمك له لو قرأته في 30 يوما، لأنك تكون حاضر الذهن فترد بعضه على بعض، فهذه من طرائق العلم النافعة. وتنفق في نوعين من الكتب، المتون المعتمدة لتأكيد فهمها، والآخر المطولات المعتمدة لإحسان فهمها، المطولات المعتمدة لإحسان فهمها، والمقصود قراءة المطولات في حينها لا في ابتداء الطلب. نعم.